وفي خاطر خوه الهاشمي قال لك ان شاء الله الله يوصلك له في خير وتكون نجمته كيما تاع اليوم. وقال لك في خاطر رودريغو والغيبية الله يجيبو على خير ان شاء الله. هذه 20,000 من عند باعزاز زكريا. راه يقول في خاطر الخواطر وفي خاطر العرسان وعروساتهم والله يوصله له بالخير والحكم الله كي حكم الله كي ان شاء الله الزكي 5 شهور ما كان والو ان شاء الله. ها ما تشرفلوش ها هو امريكي ها هو امريكي. ها نورمال ها اوصحوا اوصحوا بيرميسيو دروك والسهره وكلش. ها احتراماتنا احتراماتنا. هذه 20,000 واحدة أخرى من عند كمال. راه يكون في خاطر الخواطر وفي خاطر الطيور وفي خاطر البشير البوداوي. وقال لك البشير تاك التوريرين راه يقربك. هو يقول لك باللي النخلة راه قال لك هو النخلة والساقية والماجن هم هنا والفاهمين هم والقريت هجا. قال لك انت تدقيت محاسي وانا غادي نوريك فاسي والله لا يحرم مسلم. هاك البشير هذه 200,000 من عند اخ العريس عبد الهادي مول النصرك هذاك بو هادي. راه يقول في خاطر الخواطر وما فيها لا عريس لا والو. قال لك في خاطر مصطفى حاله والجوق نتاعهم ساك. هذه 100,000 واحدة أخرى من عند أخ العريس. راه يقول في خاطر الخواطر وخاطر خوه العريس وعروسته والله يوصل له بالخير للشباب كاملين. وقال لك يا البشير لا قول. داك الشيء اللي قلت له راني درك نقول لك. قال لك لا قول البشير. هذه 100,000 من عند أم العريس بعزة سالم. راهي تقول في خاطر الخواطر وخاطر وليدها العريس وعروسته والله يوصل له بالخير لوليدها عبد الهادي إن شاء الله وتعود حية وسالمة. هذه 4 بالاحساب من عند عصام النفيس. راه يقول في خاطر الخواطر وخاطر العرشان وعروساتهم. وقال لك كونترا عليك يا محمد بعزة. كونترا عليك يا محمد بعزة ومروان الكريك الى ما ديروا ما داروا قرانكم. وقال لك زاجكم عام من هنا ل 2022 2022. هذه 4 بالاحساب من عند اختي عريس بعزة سالم. راهي تقول في خاطر الخواطر وخاطر خوها العريس وعروسته. وراهي تقول الله يوصل له بالخير لخوها عبد الهادي. وقالت لك يا فلان يا سي مصطفى اخت العريس هذه قالت لك كاينه واحد الغنيه لك تجيبها ليها. اللهم اني قد بلغت مرسول يعقوب عليك يا قنديل الضاوي في البلاد يدير حجاب الله عليك ويسلمك لنا يا عبد الهادي. سمعت عن كلمات سي مصطفى سي مصطفى وصلت وصلت. اللهم اني قبل الله. هذه عرمه بالاحساب ما عند واحد ما بغاش يذكر سميتهم. عرمه بالاحساب قال لك في خاطر الخواطر وخاطر العرسان وعروساتهم وفي خاطر واحد السيد قال لك يسموه بعزة عمر. قال لك يا بعزة عمر دار البنات كونترا عليك يا بعزة عمر الى ما تلوط دير ما دارو قرانك. قال لك المراه الى بغيتها نفطروها لك. قال لك العسكري شحال هو يجري معاك يجيب لك للشرق الشرق كامله وشدو على دراعه. الى بغيت يجيب لك خير وخطا بغيتها من البلاد يجيبوها لك يا عمر. والفاهمين هم قريتها ان شاء الله. ومرحبا بكم مرحبا بكم. واخا اختي واخا ايوا العدو الفنان ناس. هيا تفضل يا سيدي. السلام عليكم. اخذوا الحجر اللي فات في النار. السلام عليكم. الانسه وكاع بات الهسه. تقطع عليك العشرات من دار. السلام عليكم. واش بها؟ ما شاء الله على الحجر اللي فات في النار.